في مثل هذا اليوم الموافق 2 يونيو عام 2013، تصاعدت الاحتجاجات ضد جماعة الإخوان في المحافظات المصرية. في صعيد مصر اندلعت اشتباكات بين بعض المواطنين نتيجة الزحام والتدافع على محطات الوقود. فيما نظم أهالي بورسعيد وقفة احتجاجية اعتراضا على الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. هذا اليوم شهد أيضا قيام بعض الخارجين عن القانون بقطع الطرق، إلى جانب حدوث مناوشات بين المعتصمين في ميدان التحرير وما يعرف برابطة ضحايا حكم الإخوان. ساعة النهار شهدت كذلك استمرار حركة تمرد في جامع توكيلة عزل الرئيس محمد مرسي. قبل أن ينقضي الليل 2 يونيو، كان أنصار الجماعة قد أعلنوا انسحابهم من المؤتمر القومي العربي المنعقد آنذاك اعتراضاً على هجوم الحاضرين على سياسات رئيس الجمهورية محمد مرسي.